إحنا مش مركز طبي ولا مستشفى، إحنا سيبال، أفضل منتجع صحي نسائي في مصر بشهادة العملاء وتقييم الخبراء. سيبال يعني تعقيم شامل وخصوصية كاملة واحترافية بخبرة عالية. سيبال يعني ثقافات بجنسيات مختلفة وخبراء تم اختيارهم بعناية متناهية. سيبال يعني تجهيز العرائس، المساج العلاجي والحجامة مع دكتورة متخصصة وتنسيق القوام وتوزيع الدهون بمساج السيلوليت للقضاء على الخطوط البيضاء وعلامات تمدد الجلد بعد الولادة وجميع أنواع الحمامات التجميلية. سيبال يعني بشرة نضرة بدون تجاعيد بجهاز الهايفو وتقليل آلام العضلات وتعزيز عمل جهاز المناعة. سيبال يعني علاج الشعر بالبوتوكس وبروتين العسل. إحنا رقم واحد في مصر. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في برنامجكم ساعة مع نبال. أي قضية بتظهر في المجتمع بتكون ليها حكاية، ليها بداية وليها نهاية، وتبدأ من الأسرة، الراجل والست، الزوج والزوجة. الحياة سريعة، ضغوط، احتياجات، خلت كل واحد فيهم يبقى في طريق مش نفس الطريق بتاعة كل واحد أو اللي المفروض يبقوا مع بعض فيه مع بعض. الاحتياجات بتزيد، خلت الست تنزل للشغل وللعمل وتتحول لراجل، وهنا الراجل بقى ماشي في طريق والست بقت ماشية في طريق، وهم ماشيين اكتشف كل واحد فيهم ان له احتياجات وبدأ يدور عليها بطريقته وتبع الظروف اللي متهيقاله. وبعد شوية الولاد، اعتقد الأب والأم ان قصة الولاد وان لازم نجيب عيال عشان العيال عزوة وسند، وافتكروا ان التربية اكل وشرب وانه ينجح من سنة لسنة. وطبعا عشان الام نزلت العمل وغابت عن البيت، ويمكن في كتير من البيوت الام بقت هي الاب والام، والراجل بقى قاعد في البيت والست بتشتغل عشان تقدر تسد الاحتياجات، وتحولت لراجل. كل شوية تظهر قضية وتظهر قصة وتظهر صراع جديد، وكل واحد فيهم نسى ان هو أب وهي نسيت ان هي أم، ما هي غابت عن البيت. وزادت المشاكل وارتفعت نسب الطلاق، وبقوا ولاد موجودين في الحياة بأعداد لكن يتامى، يتامى وفي أب وأم. ومن هنا بدأت القصص والحكايات، وبقى فكرنا كله للولاد إن هم عزوة وإن هم سند،
لكن احنا ما فكرناش هيبقوا عزوة وهيبقوا سند ازاي، يا ترى بالاعداد، يا ترى لما يبقى واحد واثنين وثلاثة واربعة هم دول السند والعزوة، وانا ما ربطهمش وانا ما خليتش جذورهم قوية عشان يدوا للمجتمع ويقدروا يبقوا نافعين. لما اتقال لنا في كتابنا وفي القرآن الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يا ترى بالولاد اللي احنا بنطلعهم دلوقتي زينة الحياة الدنيا؟ طب يا ترى الرسول الكريم لما قال تكاثروا كان يقصد ايه بكلمة تكاثروا؟ كان يقصد ان يتباهى بينا. لكن يا ترى اللي بيحصل في مجتمعاتنا دلوقتي والشباب اللي طالع واللي احنا بنشوفه هيتباهى بينا؟ احنا محتاجين نقطة ومن اول السطر نفهم ان كل حاجة في المجتمع مبنية على الأسرة. عايز تهدم اي حضارة أمة اهدم الأسرة. هتهدمها ازاي؟ بغياب الأم، بضياع هيبة المعلم، بإن ما يبقاش فيه مرجعية. وهو ده اللي بيحصل. يعني لو هنتكلم عن أي مشكلة في المجتمع لازم نبص للأسرة، والأسرة بتطلع ثمرة، الأب والأم دول بيطلعوا ثمرة وهم الولاد اللي بتكبر الثمرة وتدي للمجتمع الخير والعمل والنجاح. يا ترى احنا فعلا عارفين نصدر للمجتمع ولاد بيحملوا المعاني دي؟ هتقولوا لي انت عماله تكركبي الدنيا على دماغنا، لكن هي دي الحقيقه. اي مشكله ظهرت في المجتمع اساسها الاسره، اساسها الاب والام، اساسها وجود ولاد ملقوش الرعاية الكافية عشان يقدروا يبقوا صالحين في المجتمع. كل القضايا اللي كل شوية بنتكلم فيها من عنف، من 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 ايه، من من عنف، من ضياع، من انحراف، من كل حاجة أساسها الأسرة. غياب الأم، الأم اللي تحولت لراجل، والراجل اللي بيقول أنا مش لاقي ست، طب ما هي بقت الراجل، ما هي نزلت للعمل عشان توفي وعشان تقدر تسد الاحتياجات. نتج عن كده ولاد ما بيتربوش، الشارع هو اللي بيربيهم والأفلام والمسلسلات. نتج عن كده التكنولوجيا هي اللي بتعلمهم وتفهمهم الحياة، مش أب وأم بينهم مودة ورحمة. ما أنا قلت لكم لو رجعنا تاني لبداية الحكاية هنلاقي كل واحد فيهم مشى في طريق غير التاني، ومحدش فيهم تعب نفسه عشان يفهم التاني. ما هو كله كان بيدور على الأكل والشرب وفاكرين إن ده اللي هيربي الابن والبنت. أي قصة بيبقى ليها بداية، لكن نهايتها إحنا اللي بنقدر نصنعها بإيدينا. لو بقى عندنا فهم ووعي إن طفل واحد أبرك من مليون، أبرك من اتنين وتلاتة واربعة، لو هقدر إن أنا ربيه كويس وعلمه كويس واديله حقوقه اللي المفروض إن أنا أديهاله، لأن ده حقه في الحياة. ما جبتوش علشان أقول كل طفل بيجي برزقه، ما جبتوش عشان أتعبه وبهدله، جبته عشان أربيه، عشان أقدمه للمجتمع، عشان الرسول الكريم يتباهى بينا، يتباهى بأمته. إيه رأيكم نشوف جزء صغير من حديث الرئيس السيسي عن كثافة السكان؟
الحكومة دي أشطر شوية من اللي قبل كده؟ يمكن يمكن، ليه؟ لا بأس، يعني نتعلم وبنتشطر ونتحسن. تاني موضوع النمو السكاني ده موضوع مهم أوي أوي أوي، ومن فضلكم يعني ساعدونا فيه في كل، ونتفهمه كويس أوي. وأهلنا في الريف وأهلنا في الحضر وأهلنا في كل مكان، صدقني أكتر من طفلين مشكلة كبيرة جدا. بعض سمعت كلام كتير من فترة كده، يقول لك إيه احمل قوانين يعني حادة وبتاع. فقلت لهم لا، وحتى الكلام ده طلع في الإعلام، قال لك أنتوا في المداخلة اللي أنا عملتها، وقلت لا مش كل الأمور ممكن تتعمل بحدة، لكن تتعمل ببرنامج، وإحنا شغالين على البرنامج ده. وزي ما الدكتور قال كده، إن إحنا هنوفر الخدمات المطلوبة لهذا الموضوع بدون تكاليف. لكن الإرادة، إرادتنا إحنا كناس، كشباب وشابات في متزوجين، أنتم لازم تكونوا عارفين إن ده أمر في منتهى الأهمية إن أنتم تنتبهوا له عشان يأكل كويس. لما أنا أقول مليون طفل متقزم يعني ولا أكتر، واثنين مليون عنده أنيميا ولا أكتر، وثلاثة أربعة عنده سمنة ولا أكتر، ده معناه ان احنا مش محدش يزعل. انت مش منتبه لطفلك، انت مش مهم بس انك تأكله، انت عايز تنتبه له، تتابعه، تبص عليه، تشوفه بيمشي ازاي، بيقدر يتحرك كويس ولا لا، اكله كويس ولا لا. لما يكونوا ثلاثة ولما يكونوا اربعة ولما يكون اكتر من كده، مش هتقدر تعمل كده. مش عايز اطول عن النقطة دي عشان ما يبقاش يعني زادت يعني، لكن انا حبيت اقول ان دي عناصر مهمه محتاجين ان احنا نشتغل عليها كلنا كمجتمع، حكومه ومنظمات مجتمع مدني ومفكرين ومثقفين ورجال دين والاعلام يتكلم فيها باستفاضه اكتر من كده. الدكتوره القت الضوء بس على الجزء اللي يخصها وقالت ده هيكلفني كذا، يعني كل 2 مليون هيكلفوني المبلغ ده سنويا. لو عملت المستشفى ده، المستشفى حاجة وإدارتها وتشغيلها حاجة تانية، مش كده؟ صحيح. يعني ما احنا ممكن نعمل 50-60 ألف فصل اللي بيتكلم عليهم، طب بعد ما نعملهم، طب الناس اللي هتبقى موجودة جواهم مش بتقبض وعايزة تعيش؟ ونقول بعد كده ان الناس في القطاع الصحي ما بيقبضوش كويس، ونقول بعد كده ان الناس في القطاع التعليم ما بيقبضوش كويس. ايوه، وانا بقى انا معاكم، انا ما هخبي ليه، ما دي حقيقه. طب وهيفضل الموضوع كده؟ لا، بنحاول نحسن، ولكن القيمه الحقيقيه اكتر من كده بكتير. لسه كنا بنتكلم على اللي استشهدوا، هو المقابل بتاع ده ايه؟ المقابل عند ربنا بقى، لكن احنا كمصر كبشر مش هنقدر نديهم حاجه، راحوا عند ربنا. لكن على الأقل اللي موجودين يقدروا ياخدوا مقابل جيد. المقابل الجيد مش هقدر أوصل له بمعدلات النمو مهما حصل فيها تقدم مع معدلات نمو سكاني بالطريقة دي. أنا